ينضم إلينا ومزيد من المتابعة من رفح الفلسطينية بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية. بعد التحية بشير، هل لك أن تحدثني عن جديد وتطورات الأوضاع الحاصلة إلى الآن في قطاع غزة؟ ما يحدث في قطاع غزة وما يدور من تطورات الأوضاع الميدانية، يعني لا زالت الطائرات الحربية الإسرائيلية ترتكب المجازر بحق المواطنين الفلسطينيين. رفح وليس ببعيدا عن هذا المستشفى وقعت مجزرتين بحق هذه العائلات، حيث قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية عددا من المنازل في هذه المنطقة، مما أدى إلى ارتقاء أكثر من 17 شهيدا وإصابة العشرات. هذه المنازل كانت تضم عددا كبيرا من النازحين حينما باغتتها الطائرات الحربية الإسرائيلية بالقصف والاستهداف المباشر لتلك المنازل، مما أدى إلى تدمير المنزل المستهدف ومربعا سكنيا يحيط بهذا المنزل المستهدف. كذلك الطائرات الحربية الإسرائيلية وتحديدا الطائرات المروحية قامت بإطلاق الرصاص الحي باتجاه المناطق الغربية لمحافظة خان يونس، مستهدفة المواطنين الذين كانوا يحاولون التحرك والخروج من محافظة خان يونس في ظل هذا العدوان الإسرائيلي الممتد على هذه المحافظة وتحرك الآليات العسكرية الإسرائيلية بشكل كبير في تلك المحافظة. كذلك حي النصر والذي يقع في المنطقة الغربية لمدينة غزة أعلن قبل قليل عن استشهاد مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين في قنص لجنود الاحتلال لمجموعة من المواطنين الذين كانت تحاول الوصول إلى منازلها في تلك المنطقة، حينما فوجئوا بوجود قناصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة وقاموا باستهدافهم بالرصاص الحي، مما أدى إلى ارتقاء هؤلاء الشهيدين. أيضا المدفعية الإسرائيلية لم تتوقف عن إطلاق قذائفها بشكل عشوائي باتجاه المنطقة الشرقية لقطاع غزة بشكل عام. خان يونس ورفح كان لها النصيب الأكبر من هذا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. بالحديث عن الأوضاع الإنسانية في القطاع، الأوضاع الإنسانية لا تزال صعبة وتتفاقم صعوبة هذه الأوضاع يوما بعد يوم، ونحن نتحدث عن مرور 120 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. النزوح هنا وأعداد النازحين باتت مضاعفة، نحن نتحدث عن 1,700,000 نازح في آخر تحديثات أعلنت عنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. هؤلاء موزعين على خيام النازحين وفي مدارس ومراكز الإيواء التابعة لهذه المؤسسة الدولية. هم يعيشون أوضاعا إنسانية في غاية الصعوبة، وتزداد هذه الأوضاع في ظل تساقط الأمطار وغرق خيام النازحين بمياه الأمطار، وفي ظل فقدانهم لأي مستلزمات للشتاء ومواجهة هذا الشتاء القارس الذي يعصف بالمنطقة. أيضا بالحديث عن المستشفيات وأوضاع المستشفيات هنا في قطاع غزة، فهي لا زالت أيضا تعاني في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. بعد محاصرة مستشفى الأمل ومستشفى ناصر في مدينة خان يونس والتوقف الشبه التام لهذين المستشفيين عن العمل جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، بات الارتكاز صحيح. إذن سوف نكون معك في جديد هذه التطورات لاحقا من رفح الفلسطينية. بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية، أشكرك إلى الآن.